السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو بتاع النهاردة أصدقائي نتكلم عن الأداء البوردرليس جيمنج، الأداء اللي اتكلمت عنها قبل كده في تسريع المحاكيات وتسريع لعبة ببجي عن طريق محاكي التنسنت. لسه ما زالت الأداة دي يعتبر من أفضل الأدوات اللي أنت ممكن تحملها وتستفاد بيها على المحاكيات عندك أو على جميع الألعاب اللي انت بتلعبها، سواء العاب المحاكيات او العاب البي سي. بصراحة نزلت الاداة دي وكانت رد الفعل من الاصدقاء رد فعل مبهر جدا، وفعلا فعلا جابت نتيجة معاهم وحسنت الاداء بشكل كبير جدا في المحاكي اللي كانوا بيلعبوا عليه او في الالعاب التانية اللي هم بيلعبوها، الالعاب البي سي الاونلاين او الاوفلاين. عموما يا صديقي، الاداة بتعمل بشكل ملحوظ انها بتاخد موارد الجهاز كليا وبتصبها على التطبيق او البرنامج او المحاكي اللي انت بتشتغل عليه واللي انت طبعا عايز تحسن من الاداء بتاعه وانت وشغال عليه في نفس الوقت. طب واحد يقول لي ممكن الاداة دي تشتغل على نظام معين؟ لا، هي بتشتغل على جميع الانظمة. يعني لو عندك ويندوز 7 64 بت او 32 بت بتشتغل عندك بدون اي مشاكل، بتشتغل على ويندوز 8.1، بتشتغل على ويندوز 10 64 بت او 32 بت او اي نظام مهما يكن عندك، الاداء بتشتغل عليها. اما بالنسبة للفيديو اللي انا نزلته قبل كده اصدقائي، بصراحة كانت النتائج مبهرة زي ما انا قلت لكم، وهنا دي يعني ده الفيديو اللي انا اتكلمت عنه قبل كده اللي هو ببجي بدون لاج وتسريع لعبة ببجي. زي ما شايفين يعني الدعم كان كويس جدا جدا، وهنا كمان في التعليقات بصراحة زي ما شايفين كده التعليقات كلها جميلة جدا جدا. وبصراحة انا حبيت ان انا افيدكم برضو بنفس الاداء مرة تانية، لان ممكن يكون في بعض الاصدقاء يعني ما شافوش الفيديو او ما حملوش الاداء او اول مرة يسمعوا عن الاداء، فانا حبيت ان انا اعمل لكم فيديو مرة تانية عشان اعرفكم على الاداء وتبدأوا تحملوها وتثبتوها، اعرفكم تشتغل ازاي بطريقة مختصرة جدا. الاداء اصدقائي سيب لكم الرابط بتاعها موجود اسفل الفيديو في الوصف بحيث انكم تحملوها. الاداء اسمها بوردرليس جيمنج، الاصدار الاخير منها اللي هو 9.5.6 بالشكل ده. كل اللي عليك انك بتضغط هنا على تحميل. حجم الاداء صغير جدا يعني مش كبير، عشان ما تقوليش لا ده الاداء هتاخد من امكانيات جهازي وهتجل الجهاز وهتخلي الجهاز بطيء. هي الاداء اصلا حجمها صغير، فمش هتاخد من عندك مساحة من الجهاز بتاعك او من الموارد بتاعت الجهاز. زي ما شايفين حجم الاداة 4 ميجا. كل اللي عليك يا صديقي بعد ما بتخلص، تعالوا دلوقتي مع بعض نفتح او نثبت الاداة بتاعتنا. هنبدأ ندخل على مكان التحميل اللي احنا حملنا فيه الاداة. الاداة شكلها بالشكل ده، نضغط عليها دبل كليك، بعد كده بنضغط على يس. طبعا هنا بنضغط على اي اكسبت، بعد كده نيكست 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 بالشكل ده. طيب يا صديق، كل اللي عليك انك بتضغط على فينيش. لو انت علمت على الاداة دي، اول ما تضغط على فينيش هتفتح معاك الاداة. لو انت شلت العلامة دي وضغطت على فينيش، تبدأ دلوقتي تفتح الاداة بشكل يدوي. طيب يا صديقي، انت بتكون فاتح المحاكي بتاعك، بتكون فاتح اللعبة، بتفتح اي محاكي مهما ليكن، اي محاكي صيني اندونوسي بيتا، اللعبة اللي انت عايز تلعبها، اي لعبة مهما ليكن بتشغلها على الجهاز بتاعك، الخطوات اللي انت بتعملها دي معايا في الفيديو بتطبقها عليها، بتلاقيها اشتغلت عندك باداء كويس جدا جدا. طيب يا صديق، كل اللي عليك انك بتيجي تفتح المحاكي بتاعك او اللعبه بتاعتك، بعد كده بتيجي على الاداء، كل اللي عليك انك تضغط عليها دبل كليك. وزي ما شايفين اصدقائي، واجهه البرنامج بسيطه جدا جدا، لدرجه انك ممكن ما تستوعبش ان الاداء البسيطه دي ممكن تحسن الاداء بتاع المحاكي او اللعبه اللي انت بتلعبها. زي ما انا كنت متصور برضو في الاول ان ممكن رد الفعل من الاصدقاء ما يكونش كويس، يقول لي ازاي ان الاداء زي كده تحسن من اداء لعبة او تحسن من اداء محاكي او تحسن من اداء برنامج انا شغال عليه حاليا، فممكن انت تستغرب من الحتة دي، ولكن انا هترك ليك التجربة انك تجربه وبعد كده تكتب لي في التعليقات. كل اللي عليك يا صديقي هنا، في عندك قسمين. القسم الاول اللي هو جميع التطبيقات اللي انت مشغلها حاليا، يعني دي التطبيقات اللي هي شغالة في نفس الوقت وانا وبعمل لك ريكورد او بسجل لك الفيديو. الناحية التانية اللي هي فاضية دي، لما تبدأ تسرع البرنامج او تحسن من الاداء بتاعه هتظهر معاك بالشكل ده. طب يلا خلينا كده نجرب اي حاجه. انا عندي هنا الجيم لوب، وهو زي ما شايفين شغال معايا الجيم لوب. طيب اللي هو الجيم لوب التيربو اي او دبليو انجن اندرويد، هو ده المحاكي بتاعي اللي انا عايز اسرعه. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ بضغط على الايقونه دي. تمام، بضغط على الايقونه دي ضغطه واحده بس. اول ما بضغط عليها ضغطه واحده بس بيتضاف معايا بالشكل ده. لاحظ حتى انا اول ما ضغطت عليها دخلني على اللعبه وبدا يعني يقول لك ان هو دلوقتي
دلوقتي بدأ يحسن من أداء المحاكي أو أداء اللعبة أو أداء البرنامج اللي أنا بستخدمه. هتلاقي فيه فرق كبير جدا في الأداء، يعني هتلاقي إن الحركة بتاعة اللعبة بقيت خفيفة، بقيت سلسة، يعني حتى لو أنت بتلعب برضو داخل الجيم هتلاحظ فرق، برضو فرق كبير، مش فرق عادي، لا فرق كبير جدا. لو كان في لا، كان في تقطيع، كان في أي مشاكل من اللي اتكلمت عنها هتلاقيها اتحلت بإذن الله. طيب هي دلوقتي اتحسن من أداء المحاكي. دلوقتي نرجع للبرنامج تاني. لو أنا عايز أشيل دي أشيلها إزاي؟ بتضغط برضو عليها كليك يمين، تمام، الحاجة اللي أنا عايز أشيلها دلوقتي كليك يمين، وبختار على ريموف فور فايفوري، يعني أنت بتشيلها من المفضلات، ترجع للوضع الافتراضي بتاعها. لو أنا جيت عليها كده بالشكل ده أهو شلتها. لو أنا عايز أضيفها مرة تانية بحدد عليها بالماوس كده، وبعد ما بحدد بالماوس بضغط على الأيقونة دي، بتبدأ مباشرة يحسن من الأداء التطبيق أو البرنامج أو المحاكي اللي أنا هشتغل عليه. بكل اختصار أصدقائي، ده عمل البرنامج أو الأداء اللي احنا بنستخدمها في الفيديو. متأكد إنها هتحسن بشكل كبير جدا من المحاكي عندك أو البرامج اللي انت بتحب تستخدمها أو الألعاب اللي انت بتلعبها على الجهاز بتاعك. فده أصدقائي بكل اختصار الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى إن يكون الفيديو نال إعجابكم. في النهاية أصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو. اللايك يعني إيدك مش هتوجعك لو انت ضغطت على لايك، ده بصراحة بيشجعني جدا علشان انا اقدر اجيب لكم محتوى يفيدكم ويليق بيكم. فاتمنى انك انت لو لسه ما اشتركتش في القناة تعمل اشتراك في القناة. اي استفسار تكتبه اسفل الفيديو ان شاء الله هرد على جميع استفساراتكم. وانتظرونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.